ايوا لو قلت على المعزه تما بلاتي هدا سرب على سرب ام هاد المعزه علاش كدل؟ معزه حاجه وحده كدل عليها المعزه ديالنا اللي كنعرفو كامل ميسي. ميسي واش الخوتانين بخير؟ نتوما مرتاحين؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نرياكتيو على تراك ديال سكور. كنت لي حادي سيمانه تقريبا 1000 قارون، ولكن انا يلا غنتمسك ليه وغادي نشوفوا البلان شنو كاين عاوتاني قديما اللي بدات كتحرك عند الراب سواء الجزائري ولا المغربي. ومورا هذا الفيديو ان شاء الله راه غادي ندوت على واحد القصه بلا ما نطول عليكم بزاف. ليتس جو. اوكسي الف قارون. قارون كيف ما كتعرفوا شحال هادي في قصص انبياء كان يعني كان كافر يعني هو اللي كيعطيو به المثال تاع مال قارون. القصه ديالو انه كان يعني كان فقير عادي غناه الله من بعد هو ما ماشي يقول زعما كي الحمد لله ولا شي بلان نو ناض تبع فرعون ولا ما عرفتش داكشي دار ايوا صافي مات كافر هو فرعون. وهنا ألف قارون يعني كاين ألف ألف من قارون مازال. ماي جاد شي عميق بزاف على السكورب. خونا مرابطينو زعما وكيتحكمو فيه بحال لعبة الشطرنج. واو واو هاو شي تحكمان زعما جاي نخاطب لي كيفي فات كيفاق من سوء ايفي من لي ميديا ولي تي في من ام بي سي البي بي سي الموند كي سيمس ام تربي عايشه ام بي سي جيل بليسي شاب بليسي في بلاد بريزا تقوم مصيرو كي زاد قام شاب فيزا قال بلاد سي 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 بشخ خونا غادي نايضة شنو هاد علامة الماسونية العيلة التي ترى كل شيء شدي قال قال مرضيت سي سي بي مرضو في معيشة قار الموت تري سي تي برا فري بي في بي في بي مع لي سي في اسي ابي الريسيبي في الادي ان والثيرابي ويدو او سي بي الثيرابيت الاسي بي جاي بلارك دروسي بيك في السيرابي سلاو كيكي الكا جي بي يو سيرابيت سميتو استعدو تي ياك هو هو هذاك فوق البيت ستيلو ان تي بي سي ذا بيس فلي سيلاب فيلار بريميو كيلار بيلار كيروب فيلار ميراكل في تشيس كاسبارو فيجن مي شيراب كاسي ما في اي شكل بيل اي مبحار راضي بنصيبي بالماري جين فلو قليل من كيعطي شي واحد شي حاجة عامة قد قال زوينة وفي نفس الوقت عنده واحد التراك واعر يعني كليب فيديو ديالو بزاف. واو واو او ماي جاد شو الكوفر الرسم الطريقه كيفاش مخدوم الكليب واخا هو غير زعما يقدر يكون هو بين راسو يمكن وقع في ديك التلفازه الشاشه الصغيره يمكن ياك المهم على حسب تشوفوا نتوما قولوا لي. ومن بعد بدا كيبين لك شي معاني يعني الا ما بقيتيش كتشوف الفيديو تعاود وتعاود ما غتفهمهاش حتى حاجه اللي عميقه كي بلا فيزيبل في بريفي حلال خير ليك موسيقى في سوامي زعما بنادم كلشي مقيد كيتسنى امتى ام تي في داري ربي ايامات ام تي في ما شكون عاقل عليها الاخوان السيرا ضميري سكر فوق السيرا مال ميرار وميرار سنين مارد تايا التي بعدا هنا فيجن مش شراب كاسي ما في اي شكل بيل اي مبحار راضي بنصيبي بالماري جاي فلوكي بلا فيزيبل في بريفي حلال خير ليك موسيقى في سهام الام تي في داري ربي دخلي السيرا ضميري سكر فوق السيرا بلاتي شنو مكتوب هنا confused in zer بلاش عاود الباج confused تساوي زعما confused in zer confu تساوي wrote in latin language اوكي ريوت اش كاين بري ريوت دابا كلمه لاتينيه قالك confused هي انه يعني معق confused مخربق مخربق في الجزائر سكر فوق السيرات مال ميرار وميرار سنين مارد تايا يفطن سيرار بلا بيه الدنيا ميراج اثيرا بيت الاسي بي جاي بلارك دروسي بيك في سيرا بيت سلاو كيكي الكاجي بي يسيرا بيت فوق البيت ستيلو ان تي بي
غريب في زمان فيه حكمة رزنا من الإغريق بالإعلام بشد الرسومات بحال كدير كحلوبيت تفكرني في يامات لوني تونز القدام شي لعيبة بحال هكا صحاب ديزني وارنر ديك وارنر بروس نعم كريس مجتمعنا طاح غريق مجتمع اليوم مريض مجتمعنا ظل الطريق جب الجهل والأوهام الجزيرة بلاتي شنو هو هذا؟ كاتب هنا البير هذا مليوح من الجزائر للمغرب المغرب من الجزائر للمغرب اوهام الجزيره للمغرب تقسم بعد دار والقاسم انقاسم في الاسم ما من الارض كيدوي دابا على شي حاجه تاريخيه في بلادنا وبلادهم الدين يعتصم باب النار بالطابور يترسو يسرح حساب شفاعات امه رسول يبقى صوت غير الله ينتصر البلان اكس يندثر ينقطع الاثر يبقى سر يتغاسر بلا سر ورا كيجبدني حتى شي فاكس راه ماشي غير كيلحقوا كيرابي سكورب صراحه هادو لعيبه ناضين بروجو امه والغرب حرب ورا حرب ظلمه والنور والفايز اللي اعتصم بنحار شيطان امه والغرب حرب ايوا لو قلت على المعزه تما بلاتي هدا سر بلا سر امه والغرب هاد المعزه علاش كدل معزه حاجه وحده كدل عليها كاين لا كاين جوج حوايج كدل زعما كاين على شي علامه من علامات الشيطان وعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بحال شي بحال كرمز خماسيه ولا شي ولا المعزه ديالنا اللي كنعرفو كامل ميسي ميسي الغرب حرب ورا حرب الظلمة والنور والفايز اللي اعتصم جن حار بشيطان الانس والطلاسم الدم المال والمراسم في وقتنا خلاصت جابليس فيك باصم القلب صار قاسم والمخ عقلك محبوس ها زيد في البلازم الواقع مر جف القلب كالفورات ناس متبع الظروف حقبة واتامر او سكورب واقل اواد واقل مر لعبة وثبات الناس فلعنا المخ تاعنا في يعني ان التراك هذا كيبين لك الفطرة تاع الانسان كيفاش من الحروبات تعايش سلم انقسام تاريخ معاناة احترام انتباه قصف شابكة توبات بليس طريق وبان في الدنيا هو شو هذا تمثال الحرية كين في ميريكان هذا برج الساعة الكين في لندن هذا تاج محل اي جيس تاج محل ديال الهند كين في الهند وهذا ما عرفتش مع تاج محل ولا لا هذا اي دون نو الشعوب ودا الشباب بنا الشمال شالوم بلادنا تبعت الولاد اي بلاتي اي شالوم تاع اليهود هنا عندنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دنيا غوا الشعوب حتى في ودا الشباب بنا الشمال شالوم وثيقه بيع الوطن البلاد تباعت لفرنسا شكون باع سولونيش تاريخ عنديش مع بلادنا اوكي ماشي حنا اوف كورس حنا ما شدوناش الاستعمار بزاف كيما الجزائر حيت هو اللي كيغني على بلادو دابا حنا شويه تحررنا علاش كل عام كنحتفلوا بعيد الاستقلال باي ذا واي اللي هو النهار اللي زاديت فيه شهر 11 نهار 18 تبعت الاولاد بوش ويت بوش وليدات بوش نشوف هذا التاريخ 14/12/2008 ها المعقول ها امتى الاولاد بوش مبايعة الوثيقة دارت في هذاك العام 2008 كان باقي حاكم بوش ميريكان قارون في زمان المال قانون أمانة الدين خانوع عصيان الله فنون في زمان الألف قارون حكم استعمار حق شرور فرض قروض فيني فريست عباد تفيق تصور حروب فيلم استعباد فيه الفقر قرون وقتل الطموح فيه الهم والوقت دروس حس في استعداد حرب ضاروس ضد الفطرة حس في قاموس الدين والشعب كاموج في درب الجهل يا جول سكن القلب موجون في ناسي الحق سجود داري ربي دخلي الصراع ضميري سكر فوق الصراط مال ميرار وميرار سنين مارد تايه يفطن صرار بلا بيه الدنيا ميرار أثير بيت الأسي بي جاي بلار كتب دروسي بيك في سيرا بيت سلاو كيكي الكاجي بي يسيرا بيت فوق البيت ستيلو انتي بي واو والله ما خلى لي ما نقول زعما تراك بزاف انستغرام طال خدامة ايه دايم بوي برود المهم اللي صايب لي هادشي وي ارت وورك فين هو ارت وورك حمزة موكراني
ولا بزاف، راه ماشي غير الارتورك وصافي، يعني راه شي لوحه فنيه كوفر كده، لا راه فيه بزاف ديال البلانات. ها نتوما بالبرود باي اوكسي، اوكي ريكورد والميكس والميسترين، يعني ارتورك هذه تايبوغرافي وكارا ديريكتد باي سكوت. الفكره ديالو زعما اخراج ديالو تو دي فيزو سيديكس، يعني بزاف ديال الناس خدموا معاه باش يشكلوا لي هذا التراك هذا كامل، عامر امثال وحكم، امثله عميقه يعني شحال من حاجه، راه بزاف والله انا بدا عجبني هذا التراك هذا. المهم كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هاد الرياكشن هذه، ما تنساش واحد لايك سبسكرايب كومنت، نشوفكم فيديو جاي، تهلا فراسكم، بيس اوت.